حط كيفية تصميم higher order decoder using lower order decoder. نأخذ مثال construct 3 to 8 line decoder with 2 to 4 line decoders. نلاحظ أنه عدد الأوتبوت للديكودر المطلوب تصميمه يساوي 8، عدد الأوتبوت للديكودر المتوفر يساوي 4. نقسم 8 تقسيم 4، الناتج يمثل لنا عدد الديكودر اللي راح يكون بالليفل الأول. إيش قد الناتج؟ 2. 2 أصغر من 4، إذا ما نقسم مرة أخرى. نلاحظ أنه عدد الأنبوت للديكودر المطلوب تصميمه هي 3، عدد الأنبوت للديكودر المتوفر هي 2. 2 أنبوت اللي هن البي 1 والبي 0 راح يكونون أنبوت للثنين ديكودر اللي ظهروا عندنا بناتج القسمة الأول. الأنبوت الثالث البي 2 راح يتم استخدامه لتفعيل أحد الديكودر وإلغاء تفعيل الديكودر الآخر في وقت معين. تلاحظون أنه البي 2 إذا كانت قيمته مساوية إلى الصفر، الديكودر الأول يتم تفعيله، وأحد الأوتبوت من دي 0 إلى دي 3 يكون مفعل اعتماداً على الكومبينيشن بيتس اللي راح تكون للبي 1 والبي 0. أما إذا كان البي 2 مساوية إلى الواحد، الديكودر الثاني راح يتم تفعيله، وأحد الأوتبوت من الدي 4 إلى الدي 7 يكون مفعل اعتماداً على الكومبينيشن بيتس اللي راح تكون على البي 1 والبي 0. لاحظوا جدول عمل الـ 3 to 8 line decoder. تلاحظون أنه قيمة الـ B2 أما تكون 0 أو تكون 1. إذا كانت قيمة الـ B2 0، تلاحظون أنه أحد الـ output من الـ D0 إلى D3 يكون مفعل اعتماداً على الـ combination bits اللي راح تظهر بها الـ B1 والـ B0 على الـ input lines. أما إذا قيمة الـ B2 تكون 1، تلاحظون أنه أحد الـ output من الـ D4 إلى الـ D7 راح يكون مفعل اعتماداً على الـ combination bits للـ B1 والـ B0 اللي راح تكون بها على الـ inputs line. إذن إذا كانت الـ B2 مساوية إلى الصفر، الديكودر الأول يتم تفعيله، وأحد الـ output تكون active high قيمتها 1 اعتماداً على الـ combination bits اللي راح يظهر بها الـ B1 والـ B0 على الـ inputs line. أما إذا كان البي 2 مساوية إلى الواحد، الديكودر الثاني هو اللي راح يكون مفعل، وأحد الأوتبوت لاين من الدي 4 إلى الدي 7 راح يكون أكتيف هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس اللي راح يظهر بها البي 1 والبي 0 على الأنبوتس لاين. نأخذ مثال آخر، construct 4 to 16 لاين ديكودر when 2 to 4 لاين ديكودر are available. الديكودر المطلوب تصميمه يحتوي على 4 أنبوت لاين 16 output line. الديكودر المتوفر للتصميم يحتوي على 2 input line و 4 output line. بداية نقسم عدد الأوتبوت للديكودر المطلوب تصميمه على عدد الأوتبوت للديكودر المتوفر، 16 تقسيم 4 يساوي 4. إذن 4 ديكودر من نوع 2 to 4 نحتاجها بالليفل الأول. نلاحظ أنه الأربعة تساوي عدد الأوتبوت للديكودر المتوفر للتصميم، إذا نقسم الأربعة مرة أخرى على عدد الأوتبوت للديكودر المتوفر، 4 تقسيم 4 الناتج يساوي 1، إذا عدد الديكودر اللي راح تكون بالليفل الثاني راح تكون 1. كم ديكودر نحتاجه من نوع 2 to 4 line decoder لتصميم 4 to 16 decoder؟ نجمع الأربعة زائد 1، إذا نحتاج 5 ديكودر من نوع 2 to 4 لتصميم 4 to 16 line. الـ 4 to 16 line decoder يحتوي على 4 input line اللي هن B3 و B2 و B1 و B0. الـ B1 والـ B0 راح تكون input line للأربعة decoder اللي ظهرت لنا بالليفل الأول، والـ B3 والـ B2 راح تكون input line للديكودر اللي ظهر لنا بالليفل الثاني. تلاحظون أنه الأربعة ديكودر اللي ظهرت لنا بالليفل الأول والواحد ديكودر اللي ظهر لنا بالليفل الثاني. الأنبوت لاين للديكودر بالليفل الثاني هو B3 B2، والأنبوت لاين للديكودر بالليفل الأول هو B1 B0. نلاحظ كل أوتبوت للديكودر بالليفل الثاني يفعل أحد الديكودر بالليفل الأول.
نلاحظ بجدول عمل الـ 4-16 line decoder، تلاحظون عندما تكون قيمة الـ B3 والـ B2 صفر صفر، يتم تفعيل الديكودر الأول، وبالتالي أحد الـ output من D0 إلى D3 راح يكون active high اعتمادًا على الـ combination bits للـ B1 والـ B0. عندما يكون الـ B3 والـ B2 صفر واحد، يتم تفعيل الديكودر الثاني، وبالتالي أحد الـ output من D4 إلى D7 راح يكون active high اعتمادًا على الـ combination bits للـ B1 والـ B0. عندما تكون الـ B3 والـ B2 واحد صفر، أحد الـ output من D8 إلى D11 راح يكون active high اعتمادًا على الـ combination bits للـ B1 والـ B0. عندما تكون الـ B3 والـ B2 واحد واحد، يتم تفعيل الديكودر الرابع، بالتالي أحد الـ output من D12 إلى D15 راح يكون active high اعتمادًا على الـ combination bits للـ B1 والـ B0. نلاحظ مثال آخر. How many 2-4 line decoders are required to construct 6-64 line decoder؟ أول خطوة نلاحظ عدد خطوط الأوتبوت للديكودر المطلوب تصميمه 64، عدد خطوط الأوتبوت للديكودر المتوفر 4، نقسم ال 64 تقسيم 4، الناتج ساوانا 16. نلاحظ أن 16 أكبر من عدد خطوط الأوتبوت للديكودر المتوفر، إذا نقسم ال 16 مرة أخرى على 4، الناتج 4. نلاحظ أنه الأربعة تساوي عدد خطوط الأوتبوت للديكودر المتوفر، إذا نقسم الأربعة مرة أخرى على عدد خطوط الأوتبوت للديكودر المتوفر، الناتج إيش أصبح؟ أصبح مساوي إلى الواحد. إذا كم ليفل أصبح عندنا؟ الليفل الأول 16 زائد الليفل الثاني 4 زائد الليفل الثالث 1، الناتج 21. إذا 21 ديكودر من نوع 2-4 نحتاجه حتى نصمم ديكودر من نوع 6-64. تلاحظون أنه عدد الانبوت لاين للديكودر المطلوب تصميمه هو 6، وعدد الانبوت لاين للديكودر المتوفر للتصميم هو 2. فإذا تم سؤالكم كيف راح يتم توزيع الانبوت لاين، تلاحظون أنه الديكودر اللي ظهرت بالليفل الأول 16 ديكودر راح يكون لهم B1 والB0. نبدأ من الليست سيجنيفيكانت بت، نوزع للليفل الأول. الأربع ديكودر اللي ظهروا بالليفل الثاني راح يكون لهم B3 والB2 الانبوت لاين. الديكودر اللي ظهر لنا بالليفل الثالث راح يكون إلى B5 والB4 انبوت لاينز. إذا يتم توزيع الانبوت لاينز بهذه الطريقة.